صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما؟ لاباس عليكم؟ شوفوا انا عندي هنايا البرتقال تبارك الله، ما كندير له دواء لا والو، طبيعي. ها هو إيه، قالت لك وحده واش البرتقال كيطيب؟ فعلا كيطيب. غادي نوريك واحد الوصفه ما عمري قلتها لكم في هذا البرد. هذا البرد تنفعكم زوينه، اللي عنده البرد الجديد والقديم كديرها عمتي الله يرحمها. عندي ثلاثه ديال الشجرات من شريت الدار، كانت عامره هنايا بالشجر، فهمتوا؟ ها هي تاني كاين هذه عندي، خليت غير ثلاثة، كانت عامرة في الشجر كاع كي سميتها قلعته، فهمتو؟ كاين تاني كاين هادي تبارك الله، شوفوا البرتقال ها هو طبيعي، كان عصر انا وبنيتي. هنايا تاني كاين ها هو، كانت فيها غير البرتقال. هاد المشمشة انا زرعتها، فهمتو؟ هاد المزاحة تاني كاين انا زرعتها، ها هي وين المزاح هذا، درتو هنايا. نبغي الجران، الجران كيدخل من تحت كيسقي، وارض سقوية كيدخل تحت الباب. وهنا داير فيها الحوت، فهمتوا؟ وهذا البرتقال غادي نوريكم. هذه تالي كاين كارما دايرها هنا، الكرموس هو زوين للسكر، غير جوج ديال الاوراق تقلعها في السكر. هذه تفاح، هذه تفاح، وهذه كرموس، وهذه التوته ديال الكحل، داير فوقها دار باللوح للبنت ديالي. غادي نوريكم الدار كي دايره. هاد الشجره مطلقاتها، شتي ياكلوا من هنايا. وهاد الاوراق هادو كلشي كنطحنهم كنرجعو غبار، فهمتو؟ شتو هادي باش تطلع من لهنا، السلم دايره اللبنيه. وهاد الدويره شوفوا كي دايرها ومسقفها، هاد العيدان انا دورتهم مسقفها غير بالعيدان. شتو شي مره كنعسو هنايا في الصيف، والبنت من جو صحاباتها وكي سميتها كيفرحوا هنايا بهاديك سميتها. تاني كين داير هادو، شوفوا هادو اللي دايره هنايا في الريح، شي مره كنصور الكره عامره بالاوراق، كتعجب البنت وكتعجبني. شوفوا هذا دايره كيسمي طاف التراب، هاد الزليج نتاع التراب، هاد الطابله شوف كي راه دايره، كلشي راه مربش، فهمتوا؟ كانت عامره كيسمي طاف. بصح البرتقال غادي نوريكم كيخرجوا به العجب. جهه شوفوا الدجاجات فرنا مطلقين، كياكلوا مطلقين راسهم، فهمتوا؟ هنا هاد الحريجه، هنا البنيه فين كتلعب، هاد التحريجة وكلشي. هاد النخلة أنا غرستها شريتها، لأن تشريها هاكا النخل هنا غالي. وهنايا فين كتلعب البنت ديالي، شوفوا البارح كنت نعمر هذاك الخش وهذاك باش نحركو، فهمتوا؟ هي هادي. ودرك غادي نوريكو البرتقال واش كيديرو به العجب. وين العدوات؟ صباح النور. غادي نوريكو درك واحد الوصفة زوينة واعرة ديال البرد. هنا يلا عصرت البرتقال، أنا عندي هنايا الشجر وغادي نديرو هنايا يطيب. هادي زوينه للبرد، وكي سميتها لان بنادم راه غيعطس. غادي نزيدو هنايا القرفه، هنايا واحد 10 ديال العواد ديال القرنفل، وهنا الزنجبيل. انا ديما طاحنو ونوجدو نغسلو ونطحنو به بالقشور ديالو، وهنا ديال الزنجبيل نخليه يطيب واحد 10 دقائق، فهمتو؟ واحد 10 دقائق على نار هاديه، ومن يطيب نصفيه ونشربو. هادي زوينه للكحه، اللي تكون عندها الكحه ناشفه، الحلاق، السخانه، البارده والحاميه، تالي بنادم ماشي ويعطس. هادي ديرها رجال يعني كبار وصغار، فهمتو؟ زوينه بزاف، كديرها عمتي الله يرحم، واعره تعرف، وتصفيوها وتشربوها، تشربوها في الليل في النهار في الصباح. كوها فين كنعصرو هنايا، حاشاكو هاد الماكله كلشي كنجمعها هنايا ونطحنها، تاني كنعطيها للدجاجات باش كنعصر. الزنجبيل هنا كنطحنو بيه بالقشور ديالو، نغسلو مزيان، طحنو بيه بالقشور ديالو بالماكينة، فهمتو؟ ودوك ها هو كيطيب هنايا، شتو؟ ها هو البرتقال كيطيب، والقرفة، والقرنفل، فهمتو؟ والزنجبيل، تلاتة ديال الحوايج، القرفة، القرنفل، والزنجبيل، والعصير نتاع البرتقال. هذا زوين بزاف للكحات، البرد القديم والجديد، السخانه، بنادم ماشي ويعطس، وسيرتو اللي عندها الكحه الناشفه، فهمتو؟ واللي تاني كنتشدو السخانه البارده والحاميه. هادي واعره، درك هاني نطفت عليه، غادي نطفي عليه الوتر. درك انا غادي نصفيه، غادي نجبد الصفايه، غادي نصفيه هنايا في الكاس، ونخليه واحد شويه ونشربو. زوين، واعر 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 واعر، راه ما نعرف كي غادي ندير غير بيد وحده. هو شتو، بسم الله.
القرنفل راني درت 10 ديال العواد. تقدروا تكثروا بزاف، فهمتوا؟ ها القرفه تقدروا تكثروا بزاف وتخليوها تبقاو غير تسخنوا في الليل وفي النهار باش ما تبقاش مره دايرين طيب، فهمتوا؟ هو هاد الوصفه هادي زوينه، هاد الوصفه وبغيتكم ديروها، كنت ديما نبغي نديرها لكم، لان انا يمكن كنبرا ومن كنخدم للدول والرصاص وهادوك وصوى الحلوالات كيولي عليا تاني كن، فهمتو؟ لان كان سخون مع النار وتاني كن نبقى نخدش من لهنايا وكسميته. هاد الوصفه راه زوينه، ودركا ها هو راني خاصني نصفي هذا لان راني شاد التليفون بيد، نصفي هذا الشبه ها هو وين صافي، ولكن باقي لي هذا غادي نديرو كسميته. تبارك الله عليكم ويا ربي يشافي جميع المسلمين والمسلمات. هاد الوصفه زوينه، هاني نوريكم ها هو دركا عاد سخون، راه عاد سخون كيحرق. كنشد انايا جوج ديال التمرات، جوج ديال التمرات وكنديروه فيه باش يطلقوا فيه. هو دروك عاد سخان، يا بسم الله يحرق. انا طيبته بزاف، طيبو 15 دقيقة ولا 10 دقائق. هذا راه واعر بزاف، وتخليو داك التمر يطلق فيه واعر الكحالة السخانة وهاديك سميتها. وتخمل حاجة، شي مرة كيكون عندنا هنايا دوك الخلين وكنديريوهم، فهمتوا؟ هذه صالحة الله يستر حتى اللي يكون عنده الصداع، زوينه كنديرها عمتي الله يرحمها، وديما نبغي نديرها لكم واليوم درتها لكم. هذه واعره، وتبقاو ديروها وتطيبوها وديروا كاع يوطر ولا نتاع العصير البرتقال راه رخيص وديروه. تبارك الله عليكم، وهذه الوصفه خاصني حتى يبرد شويه، لان شوف شوف البخار كرا يطلع، سخنته بزاف حيت كنصور ونسيت راسي. تبارك الله عليكم وكنبغيكم ونموت عليكم. الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات.